Dead or Alive من الفايتنج جيمز اليابانية القديمة اللي لسه مكملة معانا لحد دلوقتي، لكن على عكس كل فايتنج جيمز هي مش بتركز على الفايتس نفسها، فالفايتس بيزك جدا، تركيز اللعبة بشكل كامل على الشخصيات، واهتمام محبين اللعبة بالشخصيات هو نفس قدر اهتمام الاستوديو المطور بالشخصيات برضو. هتفهموا قصدي بشكل اكبر خلال المراجعة، بس قبل ما اقول لكم قصدي ايه قول لنا انت مين وعايز ايه من اللينك تحت في الديسكريبشن. الشخصيات في اللعبة معمولة كويس من ناحية تصميمها، الكلام اللي بيقولوه والانيميشن بتاعتهم، بس خلينا نقول ان الشخصيات دي غير مناسبة للاطفال تماما، او انها تكون في فاميلي جيم زي باقي العاب الفايتنج. ان العاب الفايتنج من اشهر انواع الالعاب اللي الاخوات ممكن يلعبوها مع بعض او العيلة كلها تلعبها. Dead or Alive 6 غير مناسبة تماما للعيلة، ده مش هيكون باين في الفيديوهات اللي مستخدمينها في الريفيو لانه غير مناسب انه يكون عندنا على القناة، لكن بغض النظر عن ان نص الشخصيات كده، خلينا نتكلم عن النص التاني. في بطولة اسمها Dead or Alive 6، منظمين البطولة بيحاولوا يجندوا مقاتلين هم اشتركوا فيها عشان يعملوا شو، وهو ده محور القصة. كل شخصية في اللعبة موجودة في بطولة Dead or Alive 6. طور القصة هيحكي لك ازاي كل شخصية دخلت البطولة ومين جندها. سرد القصة بيكون عن طريق فيديوهات على شكل شبكة، كل خط بالعرض بيمثل شابتر بيوضح لك الفترة الزمنية اللي حصلت فيها الاحداث دي عشان تعرف ترتيبها، وكل عمود بالطول بيمثل قصة شخصية معينة من الشخصيات اللي في اللعبة. كل فيديو بيكون فيه فايت بين شخصيتين، انت بتلعبها بالشخصية اللي بتشوف الاحداث من منظورها، والشخصيات بتتقابل وقصصهم بتشتبك مع بعض. القصة ما فيهاش فاليو معينة او رسالة عايز تقدمها، مجرد احداث للشخصيات اللي في اللعبه بتوضح لك ازاي انضموا للبطوله، لكن مش بتوضح طباع الشخصيات او الباك ستوري بتاعتهم او حرس درامي مثلا مروا بيه او مبدا بيحاربوا عشانه. هي مجرد حاجه سطحيه جدا، لكن ده ما يمنعش ان الاحداث مشوقه هتخليك مهتم عايز تعرف ايه اللي هيحصل، لكن مجرد ما تعرف هتكتشف انك ضيعت وقتك على الفاضي، لان الاحداث زي ما قلنا سطحيه جدا، بالاضافه ان القصه مش هتفتح لك حاجه مفيده غير شويه لبس وشويه نظارات للشخصيات. ميكانكس اللعبه بقى زي القصه بالظبط، برضه سطحيه، ضربتين بالظبط ممكن تنوع ما بينهم، ضربه بالايد وضربه بالرجل. ورا استخدمهم في الكومبهات اللي بالمناسبه قليلين جدا برضه وسهل انك تتقنهم. فاللعبه مش مصممه نهائي انها تكون اي سبورتس او يتعمل فيها بطولات او حتى ان الواحد يحترفها، غير طبعا الضربات ممكن تصد او تمسك الشخصيه اللي قدامك عشان ترميها، وده بيكون الضربه اللي تستخدمها لما يكون اللي قدامك بيصد زي الضربه السوبر. فالموضوع بيزك جدا ما فيهوش اي تعقيد او كومبهات معقده، اللعبه ريسبونسيف قوي، ودي حاجه مهمه جدا في اي فايتنج جيم فاست بيس زي Dead or Alive 6. لما تلعب كتير في القصه او غيره ده هيفتح لك لبس للشخصيات وبعض الاكسسوارات للشخصيات برضه، لان في النهايه اللعبة مركزة بشكل كامل على الشخصيات اللي فيها. من الناحية المرئية اللعبة ممتازة، شكلها كويس، الجرافيك معقول، الشخصيات معمولة كويس، والانيميشنز معمولة حلو جدا، لكن في بعض التفاصيل في الانيميشنز لبعض الشخصيات غير مناسبة تماما، وفي شخصيات الانيميشنز بتاعتها في الفايت ممتازة جدا ومستواها عالي، على عكس بعض الشخصيات الانيميشنز بتاعتها برضو عادية جدا وتحسها متاخدة من لعبة تانية. مع التحكم الريسبونسيف اللعبة تقدم لك تجربة لطيفة ومتفاعلة من ناحية الجيم بلاي، لكن في لعبة تانية قدمت نفس الموضوع بشكل افضل بكتير زي مثلا ستريت فايتر في او تيكن 7. فلو بتفكر تشتري Dead or Alive 6 استنى، لان قريب هنعمل فيديو عن احسن فايتنج جيمز موجوده، بالاضافه ان السيزون باس بتاع اللعبه سعره $90 وتمن اللعبه $60، فدي فلوس كتيره جدا وده غالي قوي على اللعبه. فهي لعبه احنا ما ننصحش بيها خالص، بالاخص ان اللعبه مش مناسبه للاسر العربيه وفي بدائل افضل منها كتير. كده كنا وصلنا لنهايه المراجعه بتاعتنا، ما تنساش تقول لنا انت مين وعايز ايه من اللينك تحت في الديسكربشن، ويا ريت اللي عجبه الفيديو يعمل لايك، واللي جه في القناه اول مره شفنا يا ريت تشرفنا يعمل سبسكرايب، ولحد الفيديو اللي جاي سلام.